اخترع الهريسه التونسيه حط فيها زيوت من برافو قتلوا جاي وحده زيش. السلام عليكم ورحمه الله اخواتنا الهوكيستانيين، اي حاجه شافوها ولا سمعوها عند شي حد غيدخلوا فيها ويقولوا ديالهم او لا عنده فيها النص. هادشي اللي وقع مع واحد التونسيه ماشي مغرب بالمغرب داوه كامل اسيدي صح ثم راحتهم الصبر غيتقنوا داكشي اللي كيديو. واحد التونسيه وكذلك تتعجب من انها كتهضر على شي حاجه في بلادها، كتلقى المعلقين والمعلقات تحت كيقولوا لا ده جزائري وجزائري وجزائري، يعني هما كيحسوا بالضعف والنقصان وديما كيحسوا براسهم انهم ما عندهم والو وناقصين شي حوايج. ولهذا بارطاجي خلي لايك وخلي الراي ديالك في هادشي اللي غادي تسمع من عند هاد السيده التونسيه. صباح الخير الناس الكل، شنو احوالكم؟ انا قسما بالله عندي ساعه ونضحك وحدي، قسما بالله شدني كريز نتاع ضحك، وانا مجرك شدني كريز نتاع ضحك سيء ما عادش نجم نعمل حتى شيء. بالله العظيم هذه ثالث ولا رابع مره نجرب فيديو ويشدني كريز نتاع ضحك نقص. يا ولدي هذه حاجه باش نحكي لكم تتورخ، باش تقعد لنا نكته في حياتنا، باش تقعد لنا نكته نموت عليها بالضحك. هاي سيدي شنو هي الحكايه؟ اختكم اليوم على تيك توك، هاني نشوف اش فما اش ما فماش، كيف الناس الكل. هاي عرضني فيديو خويا واحد يحكي ديما على الحاجات الثقافيه، ثقافه، حاسين قاعد يحكي قال لك باش نقول لكم اين توجد اقدم جامعه في العالم. توب 5 قالكم خمسة أقدم جامعة في العالم بالتاريخ، وحاسلوا رتبهم هما حتى وصل المرتبة الأولى. قالك المرتبة الخامسة، استنوني ياك باش تشيخوا بالضحك. المرتبة الخامسة اللي هي جامعة أكسفورد اللي موجودة في بريطانيا، التي تأسست سنة 1096، هذه في المرتبة الخامسة. المرتبة الرابعة قالك المرتبة الرابعة هي جامعة بولونيا الإيطالية التي تأسست في 1880، واضحين لهنا. بالنسبة للمرتبة الثالثة قالك ذي تجي جامعة الأزهر المصرية التي تأسست في 971. المرتبة الثانية تجي قالك جامعة القرويين المغربية التي تأسست سنة 859. نجيو للمرتبة الأولى اللي ما فيهش حتى شك، اللي هي تحتل المرتبة الأولى عالميا، اللي هي جامعة الزيتونة التي تأسست سنة 734. اوني داكور، يعني هي حسب التاريخ وحسب التاريخ لا يرحم راهو، حسب التاريخ وحسب الارقام وكل شيء تتسمى هي اقدم جامعة في العالم، وتخرجوا منها الاف يعني الاف العلماء والمصلحين. مؤسسي اول ثلاثة جامعات في العالم كانوا تونسيين الجنسية. لهنا سي بون، معناتها حسب الارقام والتاريخ سي بون. بالله راسكم مش بنتي، هو تزير مش بنتي، تزير مش بديش الفيديو جمله يجي خويا واحد تزيري في كومنتير تحت الفيديو. اكيد الفيديو راكم تفرجتوا فيه الناس الكل، واش كتب حسب رايكم؟ واحد هكاك كلمه حد كتب الجزائر الاولى وتونس الثانيه، شبي بابا هاش اصيري خويا. لهنا نقولوا سي بون يا خويا غلطت، ماهوش بالعان. عرضني فيديو الصباح وقسما بالله وراس بناتي لنزيد عليكم كلمه، وحده فرنساويه وحده فرنساويه، لا عربيه لا حتى شيء، فرنساويه، قالت في الفيديو لي تونيزيان جو مادريس ا فو مي ميرسي مي ان غران ميرسي بور لاريسا. قتلك ساندويتشات الكل نحط فيهم الهريسه، قتلك مش الهريسه راهو الدنيا ماسطه، راهو الماكلة كلها ماسطة. راني اللي تحكي حاسلو كيفاش تستعمل في العريسة، مي قالت مي فغيمون ميرسي بوكو لي تونيزيان. اي مي شنيا كيفاش؟ قتلك أول عبد اللي اخترع الهريسة التونسية حط فيها زيوت، مي برافو قتلو. جاي وحدة زيش زي مسلمان اللي في الكومنتات تكتب لها حسب رايك وانت باش نقول لكم مخكم. لاغيستاسي الجيريان يا خويا هذه تتعد، جبر ربي العالم الكل يعرف اللي الهريسة اصلا تونسي. باش نجيب لكم نكته نتاع التاريخ يا خويا، كوبل طالياني في تونس عامل بيبليسيتي على تونس ويحكيوا بالايطاليان، يا ولدي مش نورمال، تقتل فيديو مش نورمال، يحكيوا بالايطاليان حتى في لي كومونتير يحكيوا معاهم بالتونسي ما فهموش، قالوا ما حكيوا معنا بالايطاليان انا ما نفهموش، يصوروا في سيدي بوسعيد يا ربي في سيدي بوسعيد، و
قاعدين يشكروا ويمجدوا من عرف شني. جيهم وحده تزيري اش كاتبه لهم ولا هي وحده تزيري فيني اون الجيري سي ميو. ولا سامعوني جاتني كنيز والله. اخويا اش بيك اخويا؟ اش بيك على تونس اخويا؟ اش بيك تقول هكاك على تونس والهريسه تزيريه؟ راه العالم كل يعرف راه. واش بيك تحب تفك لنا السياح ديالنا؟ راهم السياح باغين تونس، كان باغو تزاير راهم راحوا لتزاير. واش بيك هتزيري اخويا؟ ونحب نقول حاجه اخرى يا جماعه، قدنيشي فرحانه وقدنيشي متفائله بالحق والله العظيم، وقدنيشي فخوره لان تونسيه فخوره على الاخر والله. عندي بريود وين ما نحل تيك توك نشوف كان تونس تونس لا تونيزي تيفان حكيو عليها في فرنسا اللي هي توريست، معناتها الناس كل الاكثريه معناتها ماشيين لتونس، تلاقيين قاعدين يهبطوا في دي بيب على تونس، امريكان هاك مريتوك الفرنساوي هذاك اللي يعيش في تونس هذاك اللي يحكي بالتونسي واحد زاد كيف كيف عامل لي بيب على تونس، سيدي بوسعيد توزر، الناس الكل تحكي على تونس بالحق، تونس قلب الدنيا البريود هذيا والله حاجه محليه حاجه تفرح على الاخر هاك متشوف، ومعناتها ما مشاوش لبلايص اخرين مشاو كان لتونس بالرسمي، راهو انا كي يحكيو في تيفان كي قالوا راهي تونس راهي رجعت للسياحه ورجعت لجوها، حاجه تفرح على الاخر وحاجه ما تنجم تكون كان تفتخر بها والله. والله يا ربي يحمي تونس ويا ربي خلينا نتفرهدوا شويه نتنعوش وكي يزينا يزينا من كلايمات والواحد وخسره هو مخيبها والله، حتى من العبيد هجت معناها، يا ربي تحمي تونس وان شاء الله اللي جاي خير. يلا باي باي اولاد بلادي وبلاد بلادي، نحبكم برشا، ان شاء الله ربي يحميكم ونهاركم زين.